الأسلوب هو التعذيب. يعني باش تدون ان اكزامبل، يعني لو تيوب هذا باش تدخل على الانفيرميير، يعني تبدا تضرب لك في الجوايه هذه، تضرب الضرب حتى الدم يبدا يسيل هكذا. ولا ايماجيني يعني اكثر من سنتين واربع اشهر. بوندون في الوقت تاع 2003 كنت مضرب، فكانوا يديروا لي لي سيروم الاي في، وكان طبيب يعني برتبة كولونيل عقيد، قال لي يوم من الايام، قال لي لو ما توقفش الاضراب تاعك هذا العسكري هذا، وراني عسكري، العسكري هذا هو اللي يعمل لك الاي في مش الانفيرميير. انا ظنيت راهو يقصر ولا دوزيام جور، جابوني عسكر زوج، لازم يدوك زوج. وصلت وقال للعسكري انت تعمل له المياتاغدي، مي قال العسكري يعمل لها. العسكري بدا في لا دروات في ايسي، بدا يعمل الاي في، الاي في هنا في البان، مي بدا يعمل فيه في العظم في لي ميسكل هكذا، شغل تعذيب هكذا باش انا نوقف الاضراب. حتى هكذا يدي بدات، بعدين صرت كلها زرقاء هكذا حمراء. بعد 15 مينيت ولا 17 مينيت جات الانفيرميير، قالت اوكي اوكي مو جو بو، ودارت لي الاي في هنا. لو مام دكتور هذا كان يجي في الليل في التحقيق، انا ما كنتش نتكلم معاهم في التحقيق في الليل، كان يجي يدير واحد لي جيست بات هكذا، يدير لي هاكو واحد البرودوي يشمه لي، بعدين يعطي لي زورد لي لازم تروح يقول لهم راهو يسمع مليح ويشوف مليح و بوفي كونتينيو افيك لوي. تحقيق. ايوه تحقيق والتعذيب. اي نعم.